النقطة الثانية في درس التوزيع الطبيعي إن شلون أحل مسائل لفظية على التوزيع الطبيعي باستخدام التوزيع الطبيعي المعياري. طبعا هني السؤال: إذا كان درجات أحد امتحانات الرياضيات لنهاية الفصل موزعة توزيعا طبيعيا حيث الوسط أو ميو تساوي 72 والانحراف المعيار اللي هو سيجما يساوي 11. طبعا واحد ممكن يقول إن هذا الشيء أخذناه إحنا من قبل في 362، أخذناه طبعا في هذا في 362 بس باستخدام التوزيع الطبيعي العادي، طبعا اللي هو كنا احنا نحط 72 في النص ونقوم نمشي على الانحراف المعياري. بس احنا مثل ما قلنا ممكن ما يطلع عندي القيم بالضبط، فالتوزيع الطبيعي المعياري اللي مطلوب علينا هني هو أدق. فاحنا راح في البداية طبعا هني أعطاني إكس، فأنا لازم احول في البداية الاكس الى زد. فشلون احول الاكس الى زد؟ طبعا انا عندي القاعدة تقول ان زد تساوي اكس ناقص ميو على سيجما، فانا عندي الاكس هني 89، فاقول 89 ناقص 72 على 11 طلع عندي تقريبا 1.55. فهني نتعود ان دائما نقارب لمنزلتين. ليش؟ لان الجدول مال التوزيع الطبيعي المعياري الزد تكون معطاه برقمين بعد الفاصلة، فأنا دائما أقرب إلى رقمين بعد الفاصلة، فعندي هنا 1.55، فإحنا راح نحول هذا الاحتمال إلى زد، فنقول بي زد أقل من 1.55. فالحين أحل السؤال هذا مثل ما شرحنا في اللي هو الشغل في البداية اللي هي شلون نطلع قيمة الاحتمال باستخدام زد عن طريق طبعا الجدول. في البداية نرسم شكل التوزيع الطبيعي، نحط الصفر في النص ونحط 1.55 يمين ونضلل هذه المساحة اللي هي أصغر، الأصغر يعني كل هذه المساحة. فهذا تساوي طبعا الاحتمال يساوي شنو قلنا؟ يساوي قيمة هذه اللي هي هذه القطعة اللي هي قيمتها نص زائد المساحة المرتبطة ب 1.55. فندور 1.5 هني، هذا 1.5، ف 1.55 هني تحت اللي هي 0.4394، فنجمعهم بيطلع عندي 0.9394. يعني احتمال ان تكون اكس اقل من 89 او ان تكون درجة اقل من 89 هي 0.9394، يعني تقريبا 94%. سؤال ثاني: بي اكس اقل من 90، يعني شنو احتمال ان تكون درجة اكبر من 90؟ نفس الشيء نطلع زد اول، طبعا بس نغير الاكس 90 ناقص 72 على 11، تلاحظون نفس الشيء بس قيمة الاكس هي اللي تتغير، طلع عندي 1.64. فغيرنا هذا اللي هو الاحتمال الى زد، فنقول زد اكبر من 1.64. هذا هو التوزيع الطبيعي، هذا 1.64، فاكبر من يعني جهة اليمين. طبعا قلنا احنا هذه المساحة تساوي شنو؟ تساوي المساحة كلها هذه اللي هي نص ناقصا هذه المساحة. طبعا هذه المساحة اللي تشوفونها هني باللون الأبيض تساوي المساحة المرتبطة بهذه اللي هي 1.64، فندور 1.64، هذا 1.6 وهذا 4، فهذه 1.64 اللي هي 0.4495. فاحنا نقول الإجابة تساوي نص ناقص 0.4495، طلع عندي 0.0505. السؤال الأخير في هذا التمرين: شنو احتمال ان تكون البي الاكس اللي هي درجة الطالب ما بين 65 و 85؟ فهني عندي ثنتين، انا قيمتين الاكس هني وهني، فانا ممكن مباشرة اقول بي، طبعا هذه مو اكس، هذا المفروض تساوي زد، هذا المفروض زد، طبعا حولنا الاكس الى زد. ف هذا طبعا قلنا قيمة اكس، فهذا القانون، فنقول 65 ناقص 72 على 11، وهني 85 ناقص 72 على 11، وهني طبعا بدال الاكس نحط زد، فالإجابة بتصير طلع عندي طبعا بالآلة هني سالب 0.64 وهني 1.18. نرسم هني سالب 0.64 وهني 1.18، نضلل. طبعا هني عندنا مساحتين، هني مساحة وهني مساحة. المساحة اللي على اليمين قلنا المساحة المرتبطة بهذي، المساحة اللي على اليسار المساحة المرتبطة ب 0.64. ندور هذيلا،
هذه 1. كم هذه 1.18 1.1 وهني ال 8 فهذه كم 0.3810 و 0.64 هني 0.64 فنجمع المساحتين اللي طلعناهم من الجدول فهذه هي الإجابة 0.6199. سؤال آخر يقول إذا علمت أن أعمار نوع من البطاريات موزعة توزيعا طبيعيا حسب التالي: الميو اللي هي الوسط 8 ساعات، والسيجما 1.5H اللي هي أورز اللي هي ساعة، أوجد احتمال أن تعمل بطارية أقل من 6 ساعات. احتمال يعني احنا نقول بي أقل من أصغر من، فنقول إكس أقل من 6. سؤال ثاني أكثر من 12 يعني بي إكس أكبر من 12. ما بين 8 ساعات و 9 ساعات معناتها بي ما بين 8 و 9 ونحط إكس في النص. فممكن انتم تحلون هذا السؤال بنفسكم. الإجابات بتكون على النحو التالي، فممكن تحلون وتتأكدون من هذه الإجابات. السؤال الثاني أو الثالث، إذا السؤال يقول إذا كانت الفترات الزمنية للانتظار التي يقضيها 1600 مسافر في محطة قطار موزعة بشكل طبيعي توزيعا طبيعيا، فهذه الجملة هي اللي تقول لك ان انا احلها باي طريقة، ان انا لازم احلها بطريقة التوزيع الطبيعي. هذا الوسط 72 دقيقة وهذا الانحراف المعياري 15 دقيقة. السؤال اوجد عدد المسافرين الذين ينتظرون اقل من 60 دقيقة. طبعا احنا شلون نحل السؤال؟ عندي الوسط لازم اسميه باسم برمز اللي هو ميو 72، والانحراف المعياري اللي هو قلنا سيجما تساوي 15. عدد المسافرين، انا قبل اطلع عدد المسافرين اطلع شنو احتمال انه يكون عدد المسافرين اقل من 60 دقيقة، بعدين اطلع عدد المسافرين. فانا راح اطلع اول شي الاحتمال، فاقول بي اكس اقل من 60. انا اول شي لازم احول الى زد، فقلنا قانون زد تساوي اكس ناقص الميو على سيجما، يعني 60 ناقص 72 على 15 طلع عندي تقريبا سالب 0.8. فنقول بي زد اقل من سالب 0.8. نرسم اول شيء هذا سالب 0.8 على اليسار، وقلنا احنا دي المساحة تساوي المساحة كامل من الصفر رايح معناتها نص ناقص دي المساحة اللي هي مساحة 0.8. 0.5 ناقص كم نطلع من الجدول المساحة المرتبطة ب 0.8. 0.8 طبعا هني هذه بوينت هذه صفر فاصلة 8 يعني هني يعني 0.2881، فالإجابة بتصير 0.5 ناقص 0.2881 طلع عندي 0.2119. هذا الاحتمال يعني هذا النسبة، هذه نسبة المسافرين اللي ينتظرون أقل من 60 دقيقة. احنا نبغى عدد المسافرين، عدد المسافرين بيكون شنو؟ ان احنا اذا انا عندي الاحتمال وعندي عدد المسافرين فشلون نوجد عدد المسافرين؟ ان احنا شو نسوي؟ نحن نضرب النسبة أو الاحتمال في العدد الكلي اللي هو 16000. فأنا أضرب 16000 في 0.2119 طلع عندي 3390.4. طبعا أقرب هذه لأقرب عدد صحيح يعني تقريبا 3390 مسافر.